في السادس من أكتوبر كانت الدروس قاسية على العدو، وكلما مرت ساعة ارتبك الجيش الإسرائيلي وتخبطت قواته وتأرجحت بين قراري الانسحاب أو الاستسلام. وفي الثامن من أكتوبر كانت معركة فردان المجيدة لتؤكد لقادة العدو أنه لا بديل عن الخيارين، انسحب أو استسلم. ثلاث لواءات إسرائيلية مدرعة وحوالي 300 دبابة كانت هي فرقة الجنرال أبراهام أدان التي حاولت مهاجمة فرقة حسن أبو سعدة وعبد رب النبي حافظ في قطاع شرق الإسماعيلية. كبري فردان كان أمل أبراهام أدان، لكنه فوجئ بجحيم المصريين يشتعل من جهات ثلاث. المعركة انتهت ببسالة مصرية خارقة سحق فيها الهجوم الإسرائيلي المضاد، بل أسرت فرقة أبو سعدة أحد أشهر قادة كتائب اللواء الإسرائيلي العقيد عساف ياجوري. بحسب المؤرخين فقد استولت الفرقة المصرية على 8 دبابات سليمة بعد أن دمرت غالبيتها، وخرجت بذكرى بطولة فارقة تضاف لذكرى الانتصار الأكبر في أكتوبر 73. يبدو أنه مبنى التلفزيون عندما رفعوا العصابة عن عيني ليبدأ المذيع حواره معي، لم أستطع فتحهما. العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري حاكياً عن رحلة أسره.